ومن العجائب ما نراه في صراط النجاة. الكتاب اللي سابق كان اسمه ايش؟ فروع نعم. الكافي. كان فروع الكافي. نعم الكافي هو نفس الكافي. نعم. المجلد السادس صفحة 500. نعم. الآن الخوئي في صراط النجاة. نعم الجزء الثاني قسم المعاملات دار المحجة البيضاء دار الرسول الأكرم صاد. شو صاد؟ عندهم صاد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟ هي القبل والدبر وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط. هذا للمرأة. حدود عورة المرأة تفضلوا. مع محارمها. مع محارمها القبل والدبر وكذا من السرة إلى الركبتين، هذا على الأحوط. أحوط. يعني أما بدون الأحوط، بدون الأحوط نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. هل يجوز خلع الثياب للعزاء؟ هذا الصفحة 463. خلع الثياب للعزاء. وليش يلبسونها أصلا ما دام ما دام العورة بس القبل والدبر؟ ما بعرف. قال نعم لا بأس به. تفضلوا. هذا كتاب منهاج الصالحين للسيستاني. نعم. ماذا يقول فيه؟ عورة الرجل. عورة يعني مش بس في كتاب، يعني هم أخذين من كتاب الكافي. نعم. عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان في الصلاة. والدبر دون ما بينهما. مين ما بينهما يعني؟ الجانبين اليتين. يتين. الدبر هي العورة. نعم. فما بين شو اسمه، ما بين اللي عن يمين وشمال الدبر ليست عورة. ليست عورة. هذا اللي حاطين لي صورته، هذا اللي هون حط لي صورته لو سمحت. هذا في الصلاة. تصوروا أن هذا الآن يصلي بهذه الطريقة، أترضون ذلك على شيخكم؟ هذه صورته. بدي إياكم الآن تتخيلوا أن هذا الشيخ يصلي بهذه الطريقة. المسائل المنتخبة تفضلوا. بدي بس أنا أبين، تطعنون في البخاري فتحتم على أنفسكم بابا يا الحيدري. والله والله لو عملت 10 حلقات سوف أعمل 10 حلقات في كتاب الكافي فقط، لأنك فتحت هذا الباب على نفسك وفتحت. يعني كان مفروض لا، إذا كان هذا مذهبكم لا تعمل نفسك باحث وأكاديمي ورجل. نعم هذا المسائل المنتخبة في العبادات والمعاملات دار الصفوة. مسألة رقم 222 صفحة 108. يعتبر في الصلاة ستر العورة وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان. يا لله يا للغوث. شهد وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان. صور لو 50 واحد دخلوا المسجد الآن، مسجد الرسول الأعظم، وصلوا بهذه الطريقة. هذا هو الكتاب الذي تدعوننا إليه وتفضله على البخاري. نعم لكن لن أذكر، هل بقي لنا شيء؟ لا كذا أبدا. طيب إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نقرأ من هذا الكتاب. عفوا نسيته، والله جنني الفتوى، جننتني. نعم. الموضوعات في الآثار والأخبار، عرض ودراسة، هاشم معروف الحسيني يذكر الحرب بين الأصوليين بين الفرقاء المختلفة، وكذلك كتب أخرى سوف نأتي بها تبين الحرب بين هؤلاء الذين يقولون انظروا البخاري عنده مشاكل، لا نريد أن نتبع البخاري. قل فأتوا بكتاب من كتاب هو أهدى، لن أذكر الآية، إيتوني بكتاب أهدى من هذا البخاري سبيلا. هل سوف يكون هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب أهدى سبيلا الذي يجعل عورة الرجل القبل والدبر فقط دون الأليتين؟ هذا كتاب من عند الله؟ هذا كتاب يمثل مذهب أهل البيت؟ لا والله، أهل البيت براء من ذلك، وبالله التوفيق.